قال: والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. نعم، هنا السنة قال ألا يزاد ذكر على أنثى، كما قلنا في المذهب الوقف يكون الذكر والأنثى سواء، يعني بالتساوي، ليس الذكر كالحظ مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر ما ذكرنا قبل قليل، وهو أنه إذا كان هناك مصلحة، واحد على يدين، واحد مريض بيعالج، واحد عنده ظروف، واحد صالح، فيعطي أكثر فلا مانع من ذلك. نعم.